اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نركز شويه على الجوانب الفنيه اللي بتتعلق بالفريق قبل بدايه الموسم الجديد وقبل التحدي المهم قوي في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال مواجهتي الاتحاد المنستيري التونسي في دور ال 32 من البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي. عايزين نشوف نحاول نقرا افكار كولر من خلال الفتره اللي فاتت و يعني مهامه التدريبيه الماضيه مع مختلف الانديه والمنتخبات. فعشان كده خليني اخد عبر سكايب الصديق العزيز شريف عبد المنعم المحلل الرياضي المميز جدا واللي اكيد هيطلعنا على كل جديد بيخص كولر واسلوب لعبه وكمان رايه في الصفقات الجديده. يا شريف مساء الخير. مساء النور يا امير، اهلا بيك وبالساده المشاهدين، ومبسوط اني متواجد معاك في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا شريف. يعني طبعا عايزين نستغل تواجدك معانا ونتكلم شويه على النادي الاهلي وبالتحديد كولر بعد ما الاهلي تعاقد معاه خلاص وابتدى كمان فترة الإعداد. في وجهة نظرك رأيك في تعاقد الأهلي مع كولر، وإيه هي طريقة لعبه وإدارته للمباريات بتكون إزاي أو الشكل الأقرب اللي إحنا ممكن نشوف عليه النادي الأهلي مع كولر خلال الفترة اللي جاية؟ هو مارسيل كولر من المدرسة السويسرية، مدرسة مش غريبة على النادي الأهلي، مرت قبل كده من خلال مدرب رينيه فايلر مع النادي الأهلي، مدرسة أثبتت نجاحها في الكرة المصرية وتحديدا مع النادي الأهلي في فترة رينيه فايلر. كولر تجاربه اللي قبل كده مر في التجربة السويسرية مع بازل، مع جراس هوبرز، مع كولن وبوخم في الدوري الألماني، مع منتخب النمسا، وحقق معاهم إنجاز تسجل في تاريخهم إن هو صعد بيهم لليورو في 2016 وحقق معاهم المركز العاشر في تصنيف الفيفا. فهو كمدرسة سويسرية مدرسة الأهلي بيفضلها، مدرسة بتليق على طريقة لعب النادي الأهلي. من ناحية طريقة لعبه فهو بيعتمد في الأغلب على 4-2-3-1، دي الخطة اللي هو بيفضلها ومفضلة برضو بالنسبة للعيبة النادي الأهلي، وبيقدروا ينفذوها بشكل كويس مع أكتر من مدرب في الفترة الأخيرة. في ضمن الخطط اللي بيعتمد عليها برضو هي التحول ل4-1-4-1 ول4-4-2 فلات، مش 4-4-2 دايموند. بيحب ان هو يعتمد على الجانب البدني للعيبه والتحولات من الهجوم للدفاع. بيدي اللعيبه ادوار مركبه مش دور واحد، بيخلي اللعيب يقوم باكتر من دور، ما يلتزمش بدور واحد بس في البوزيشن اللي هو بيلعب فيه. فهو بيهتم بالناحيه الروتيشن وناحيه المدوره ما بين اللعيبه وناحيه تطوير اللعيبه وتحديدا اللعيبه الشباب. وزي ما احنا كلنا عارفين ان هو من ضمن المكتشفين بودوريسكي النجم منتخب المانيا، هو اللي اكتشفه مع كولين في 2003 وبعد كده انتقل لبايرن ميونخ في 2005 2006. فهو بيهتم بالناحيه دي جدا مع اللعيبه وعنده مرونه خططيه بشكل كبير. دي جزئيه مهمه جدا، لكن بالتحديد عايز اتكلم كمان يا شريف عن صفقات الاهلي الجديده. والاهلي لحد دلوقتي تعاقد مع 3 صفقات، برونو سافيو، شادي حسين، ومصطفى سعد. رايك ايه في الصفقات دي وازاي يقدر يستفيد منهم كولر خلال خططه المستقبليه مع النادي الاهلي في الموسم الجديد؟ خلينا نتكلم في البدايه عن الصفقات. الصفقات كواليتي مختلف، كواليتي هيضيف للفرقه، كواليتي مميز، كواليتي يخلي النادي الاهلي ينافس على كل البطولات اللي بياخدها على مدار الموسم. النادي الاهلي دعم في اكتر من مركز، دعم ببرونو سافيو في مركز الهجوم، دعم بشادي حسين برضه في نفس مركز الهجوم، الجزء الهجومي هو اللي كان ليه الجزء الاكبر من التدعيمات بمصطفى سعد ميسي في مركز الهجوم. عندنا 2 لعيبه بيتميزوا بالقدرات الفرديه، ودي اللي كان ينقص لعيبه النادي الاهلي في الشق الهجومي في الماتشات اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعيه، لان اغلب الانديه اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بتلعب جيم دفاعي، فكنا بنفتقد الحلول الفرديه. فصفقتين بحجم مصطفى سعد وبحجم برونو سافيو، 2 لعيبه عندهم حلول فرديه متميزه، بيلعبوا في اكتر من مكان في المركز الهجومي. برونو سافيو بيقدر يلعب مهاجم وبيقدر يلعب جناح في نفس الوقت، ويقدر بيلعب كمان ان هو مركز 10. ولكن خلينا برضو نضيف ان كولر ما بيعتمدش على مركز 10 صريح في 4-2-3-1، بالعكس ده هو بيعتمد على ان مركز 10 بيكون كمهاجم وهمي او كمهاجم تاني تحت المهاجم الصريح. فبرونو سافيو لعبها اكتر من مره مع بوليفار البوليفي. شادي حسين من ضمن اللعيبه اللي بتتميز بلياقه بدنيه ممتازه، وفي نفس الوقت هو جاي من جمهور النادي الاهلي قبل ما يكون لعيب في النادي الاهلي، وحقق شيء كبير جدا بالنسبه له، هيكون دفعه معنويه ممتازه جدا ليه في الفتره اللي جايه. مصطفى سعد لعيب صغير النادي الاهلي بيستثمر فيه، مواليد 2001، عنده 21 سنه، مضى بعقد 5 سنين، النادي الاهلي هيستثمر فيه وهيتطور تحت مارسيل كولر، بيتميز بالنقطه دي بتطوير اللعيبه الشباب. فصفقات متميزه، وكمان مستنيين لسه ممكن يكون في تدعيمات ثانيه في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. ولو خلينا نتكلم في حته ال 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها كولر، يعني لو اتكلمنا في ال3 خطوط اللي بتبقى موجوده في الملعب من خط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم، خلينا نبدا بخط الدفاع. خط الدفاع هو تقريبا الخطوط اللي النادي الاهلي
الاهلي ما احتاجش ان هو يعمل فيها تدعيمات، وده بسبب وجود اكتر من لاعب مميز في الخط ده، بدايه من مركز الباك الشمال لغايه الباك اليمين. عندنا علي معلول بيتميز بمستويات ثابت، وعندنا كريم فؤاد بيقدر يلعب باك يمين وباك شمال، وقلبين الدفاع عندنا اكتر من لاعب، عندنا رامي ربيعه، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وكمان رامي ربيعه من ضمن كباتن الفرقه، وهيكون قائد بصوره كبيره جدا لخط الدفاع في خطه كولر، لان هو لعيب جوكر بيقدر يلعب في اكتر من بوزيشن. وكمان كولر بيعتمد في خط الدفاع ان هو بيبنى الهجمه منه، يعني بيعمل بعمليه البيلد اب من التمريرات العموديه والتمريرات الطوليه، ودي بيتميز بيها رامي ربيعه. وكمان لعيب جوكر يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن، بيلعب في الباك اليمين، بيقدر يلعب في نص الملعب، بيقدر يلعب كقلب دفاع، وهيكون ليه دور مهم جدا في قياده اللعيبه الشباب في خط الدفاع زي محمد عبد المنعم. وكمان ان هو في الفتره الاخيره ساهم بشكل ممتاز جدا مع سواريش. ما هو ده اللي انا عايز اكلمك فيه يا شريف بالتحديد عن رامي ربيعه وغير رامي كمان في الفتره اللي فاتت مع سواريش، لما كان الفريق بيمر بظروف صعبه في اكتر من عنصر من اصحاب الخبره شاركوا، كان ابرزهم طبعا رامي ربيعه. بتشوف ايه المكاسب من المرحله الصعبه اللي فاتت كانت مع النادي الاهلي ومع سواريش بالتحديد على مستوى اللاعبين رامي وغير رامي؟ رايك ايه في الجزئيه دي، وازاي قدر النادي الاهلي ان يخرج بيعني اي نوع من انواع المكاسب رغم صعوبه المرحله اللي الاهلي ما قدرش ان هو يفوز من خلالها باي لقب؟ يعني النادي الاهلي في الفتره الاخيره اعتمد على اللعيبه الشباب، وكان بياخدهم رامي يعني عنصر الخبره ومن كباتن الفرقه، فكان ليه دور مؤثر، وسواريش قدر يستفيد منه في حته بناء اللعب وحته تطوير الهجمه في خطه 3 4 3، وكان بيساهم في خط النص او في مركز الباك اليمين وفي صناعه اللعب. النادي الاهلي استفاد من لعيبته الشباب في فتره سواريش، في لعيبه كتير تميزت، في لعيبه كتير يقدر ان كولر يستثمر فيها في الفتره اللي جايه، ودي من ضمن المميزات بتاعته تطوير اللعيبه الشباب، في زي زياد طارق، في زي محمد فخري، لعيبه تميزت ولعيبه مشيت بشكل كويس وخدت فرصتها بشكل كافي في الفتره الاخيره، وتسجلت في القايمه اللي هيكون مسؤول عنها كولر في الفتره اللي جايه. فانا متوقع ان اللعيبه دي كانت اهم مكسب بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره في فتره سواريش. يعني دي برضو جزئيات مهمة جدا، وأكتر من لاعب هيكون إضافة بالنسبة للفرقة خلال الفترة الجاية. يمكن إحنا من خلال الأسبوع ده بالتحديد يا شريف اتكلمنا على دور لاعبي النادي الأهلي وكباتن الفريق على مدار الفترة اللي فاتت، وحاولنا نفكر جمهور الأهلي بإمكانيات لعيبة الفرقة الموجودين دلوقتي، اللي حتى ممكن كانوا بيمروا بمختلف الظروف الصعبة على مدار الموسم أو الاتنين اللي فاتوا، لكن أكيد هيكون إضافة بالتحديد بداية الموسم الجديد وبعد فترة راحة. بتشوف إزاي الراحة اللي حصل عليها عدد كبير قوي من لاعبي النادي الأهلي الأساسيين، وإزاي يقدر الأهلي يستفاد من الفترة دي؟ في لعيبه كتير قوي كانت بتعاني من حاله اجهاد بدني في الفتره الاخيره في الدوري، وكانت مؤثره بشكل كبير في مستوى الفرقه، ولكن فتره الراحه دي هتكون في مصلحه الفريق بشكل عام وفي مصلحه اللعيبه بشكل خاص، يعني لاستعاده المستوى، ان كولر يقدر يشوف المستوى الحقيقي للعيبه. في لعيبه ممكن كمان تعيد اكتشاف نفسها مع النادي الاهلي جماهيريا زي بيرسي تاو، وبيرسي تاو من اللعيبه اللي ما خدتش الحق اللي هو يستاهله من ناحيه الكواليتي، هو لعيب كواليتي مختلف ولعيب مهاري، الاصابات ما ساعدتهوش في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، ولكن ليه توظيف مختلف مع كولر، لان زي ما قلت لك كولر بيعتمد على ان يبقى في مهاجم وهمي تحت المهاجم الصريح، بيبقى في مهاجم تاني، فبيرسي تاو هيكون من ضمن اللعيبه اللي هتهدد مكان قفشه في البوزيشن ده، وبالاضافه برضو لبرونو سافيو. وقفشه كمان ممكن نشوف توظيفه مختلف، ما يبقاش صانع لعب صريح في 4 2 3 1 المعتاده، ممكن نشوفه كمهاجم تاني وبيضم في ال 18 دي، وممكن يلعب كرقم 8 كمان يا شريف، لان الموسم اللي فات فترات كتيره جدا كان بيلعب لاعب في مركز 8. مظبوط، يقدر كمان يلعب 8 جنب حمدي فتحي، ويكون في تبادل الادوار ما بينه وما بين عمرو السوليه. وكمان عايز اقول ان محمد محمود هيكون ليه دور كبير أكيد جدا مع كولر، برافو عليك، لان هيكون عمرو السوليه مش هيفضل برضو معتمدين على حمدي فتحي وعمرو السوليه، لازم يكون في بدائل، بالذات ان النادي الاهلي الفرقه اللي بتنافس على كل البطولات على مدار موسم، والموسم بتاعه بيكون طويل، فمحمد محمود هيكون ليه دور كبير جدا في خط النص بالنسبه للنادي الاهلي، لان دايما كولر ما بيعتمدش على 2 لاعب 6 او لاعب 8 المعتاد، بالعكس ده بيعتمد ان لاعب 8 ده هو اللي بيوزع اللعب على الاجنحه، وبيعتمد على العرضيات وتوجيه اللعب دايما للبوكس، بالنسبه لان هو بيعتمد على مهاجم صريح وتحتيه مهاجم تاني، فلازم يوصل لهم عدد كرات كتير، فحته ان محمد محمود هيكون ليه دور كبير مع النادي الاهلي الفتره الجايه دي انا متوقعها بشده.
ان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا بصراحه، مداخله اكثر من رائعه، واستفدنا بشكل كبير جدا على مستوى التحليلي ورؤيتك الفنيه لكولر ولاعبي النادي الاهلي الجدد وايضا القدامى خلال موسم جديد هيكون مهم. الزميل العزيز او الصديق العزيز شريف عبد المنعم المحلل الرياضي المميز قوي كان معانا عبر سكايب، اتكلمنا في نقاط كثيره، بشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل، استنونا.